يعني بس طالما عندك الاستفسار ده نتوجه بالسؤال ده للاستاذ احمد غنيم، هو موجود معانا دلوقتي على التليفون عشان نعرف منه فعلا هي ايه المقاييس وايه المعايير اللي بناء عليها بيتم الاختيار. استاذ احمد صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير عليكم وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. المعايير ايه يا فندم اللي بناء عليها بنتفاجئ في كل نسخه؟ يمكن المفاجآت بتبقى اكتر في جايزه ذا بيست، لكن في حال جايزه البالون دور يمكن عشان بيتم الاعلان عنها مسبقا بيبقى المفاجآت فيها نسبيا اقل، لكن بشكل عام في النوع ده من الاستفتاءات المقياس بيكون ايه؟ مفيش مقياس محدد عشان اكون صريح واضح مع الساده المشاهدين، هو بتبقى اختيارات صحفيين. ويمكن الاختلاف السنه دي في جائزه البالون دور السنه دي ان الشروط اختلفت، عشان ده كان كل سنه بيتم على اساس التقويم الميلادي يعني من يناير لديسمبر. المره دي نظرا طبعا للانتقادات الشديده اللي تعرض لها تتويج ليونيل ميسي لجائزه العام الماضي 2021، وكان المفروض كان في كلام كتير المفروض ليفاندوفسكي تحديدا هو الاحق بيها، تم تغيير المعايير وانه اصبح التقييم على اساس الموسم فقط من اغسطس الى اواخر مايو او اوائل يونيو. انا استمعت لحديثكم وطبعا في جدل كبير جدا الحقيقه فيما يخص تحديدا يعني احتلال محمد صلاح المركز الخامس، لكن واضح انا زي ما يعني كما ذكرت مفيش معايير واضحه يعني كل صحفي وكل حسب اختياراته، لكن واضح ان تحديدا اختيار ساديو ماني للمركز الثاني اعتقد ان محمد صلاح رغم ان كان بدايته قويه جدا النص الاول من الموسم الماضي، لكن يجب برضو ان نعترف انه منذ نهائي كاس افريقيا ثم ما تبعه من الاخطاء لمنتخب مصر وعدم التاهل لكاس العالم كان مرتين قدام ساديو ماني ومنتخب السنغال، وللاسف الشديد في المرتين ساديو ماني هو اللي خد اللقطه اللي هو شاط اخر ركله جزاء في نهائي افريقيا واخر ركله جزاء ترجيحيه ايضا في الماتش المؤهل لكاس العالم، ده اعتقد خد بعض الشيء من محمد صلاح. لكن انا اعتقد الحقيقه ان مركز خامس برضه فيه ظلم، انا اتفق معاكم ان فيه ظلم واضح جدا بالزبط. لان انا اعتقد لان كيف بالارقام لا محمد صلاح وكيفن دي بروين محمد صلاح، صحيح ان ليفاندوفسكي اهدافه الموسم الماضي اقترب من حاجه 50 هدف، لكن برضه ما ننساش ان محمد ليفاندوفسكي بايرن ميونخ خرج من ربع النهائي قدام فريق يعتبر متواضع هو فياريال، في حين ان محمد صلاح قاد ليفربول لنهائي تشامبيونز ليج الى اخر وقت كان بينافس على لقب البريمير ليج، خد لقب الاف اي كاب وخد لقب كاس رابطه الانديه المحترفه، بالاضافه لوصوله ايضا لنهائي كاس امم افريقيا بوجهه نظري في انجاز لم يكن احد يتخيله ان منتخب مصر يكون مرشح على اطلاق البطوله لنهائي كاس امم افريقيا في ظل المنتخبات الكبيره، ولازم نعترف ان في بعض الفوارق في المستوى بين بعض المنتخبات الافريقيه بين منتخب مصر. فانا اعتقد ان هناك كان صراحه انا شايف ان كان في ظلم في التقييمات من الصحفيين اللي اختاروا للتصويت، انا اعتقد ان محمد صلاح على الاقل كان يبقى مركز ثاني كان من ضمن افضل ثلاثه على مستوى العالم، لكن مركز خامس انا بالنسبه لي كان مفاجاه كبيره جدا بالامس. طيب خليني اسال حضرتك حاجه طبعا استاذ احمد، بما ان احنا بنتكلم عن الموضوع برضو ما هوش وفقا لمعايير محدده والموضوع متوقف برضو كل سنه على يعني استفتاءات معينه واراء معينه والصحفيين بيبقى ليهم دور والبعض بيشكك اصلا في المصداقيه يعني كل التكهنات دي، خليني اسال حضرتك حاجه، هي هتفرق في الاخر اصلا بالون دور او ذا بيست او حاجات زي كده في مسيره اي اصلا لاعب؟ يعني هل احنا مفروض نركز قوي كده مين بيفوز او اللعيبه اصلا تتاثر بحاجه زي كده بما ان احنا تاني بنتكلم ان المعايير مش ثابته والموضوع ما هواش فار 100%؟ يعني يجب ان نعترف ان الحاجات دي بيبقى ليها دور، ولكن برضو علينا ان نعترف و يعني محمد صلاح بيلعب في فريق ليفربول طبعا فريق ليفربول واحد من اكبر الفرق على مستوى العالم، لكن القوه الاعلاميه لريال مدريد بتلعب دور، مدير مجله فرانس فوتبول قبل يومين من الجائزه فقط تحدث مع وكاله الانباء الاسبانيه واعترف ان ريال مدريد بيعمل حملات ضخمه جدا عشان لاعبيه يكونوا مرشحين دايما وعلى منصة التتويج بالبالون دور. برشلونه وريال مدريد هم اكثر فريقين حقق منهم لاعبين جائزه البالون دور، نتكلم ميسي كان 6 مرات مع برشلونه او يعتبر 7 مرات كده. 7 تقريبا لان حتى المره السابعه كان هو كان يا دوبك بقى له شهرين او 3 اشهر فقط مع باريس سان جيرمان، وكان كريستيانو رونالدو 4 مرات من 5 مرات كانوا بقميص ريال مدريد. فاحنا هنا بنتحدث ان في قوه اعلاميه كبيره جدا جدا ريال مدريد وبرشلونه، اعتقد ده بيبقى عامل مهم جدا فيما يخص اختيار الفائزين. في نجوم واساطير يعني كبار جدا لم يحققوا البالون دور، امثال مثلا زلاتان ابراموفيتش، في نجوم كبيره جدا ما حققوش البالون دور، لكن يعني انا في وجهه نظري ان ساديو ماني مركز ثاني يعني انا مفاجاه كبيره جدا ليا ان هو يعني ماني اصبح حاليا هو اول لاعب افريقي يبقى في التوب 2 بعد ما جورجو حقق الجائزه، اللاعب الليبيري طبعا وريس ليبيري الحالي سنه 1995،
فانا اعتقد دي كانت مفاجاه كبيره جدا، لكن هو للاسف ما فيهاش معايير. وليها دور طبعا في مسيره، تفرق طبعا ان انت تبقى واخد جايزه بالون دور او جايزه ذا بيست من فيفا، بتفرق في مسيره اي لاعب. يعني اللي عمله كريم بنزيما ان هو في هذا السن حاليا بيحقق البالون دور، يدينا امل ان محمد صلاح ان شاء الله خلال الفتره الجايه قادر ان هو لما لا يحقق كره ذهبيه. انا في وجهه نظري برضو رغم ظلم كره محمد صلاح، لكن محمد صلاح مركز خامس مركز رابع، انا اعتقد ان هدف محمد صلاح الهين هو البالون دور. وما حدث من وجهه نظري من معجزه كريم بنزيما انه في هذا السن بيحقق البالون دور للمره الاولى في تاريخه، اول فرنسي من سنه 1998 مصر وزين الدين زيدان. اعتقد محمد صلاح باذن الله قادر في الفتره القادمه، لا اقول هذا الموسم، اعتقد هذا الموسم كاس العالم سيكون في دوره للاسف صعب منتخب مصر في الآن، لكن ان شاء الله ممكن الموسم القادم واللي بعده محمد صلاح قادر على انه يكون متواجد على مصر يعني فرنسي باذن الله ان شاء الله. دي اللحظه اللي كل المصريين وده ما كانش كل العرب مستنيينها. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ احمد غنيم على وجودك معانا في حلقتنا النهارده، شكرا ليك.